400 عراقي بين شهيد وجريح جراء تفجيرين إرهابيين ضربا مدينتي الكرادة والشعب في بغداد، فيما النار التهمت الشوارع والمحلات وطالت أجساد الأطفال الذين ينتظرون العيد. عداد الموت يرتفع مع الوقت، والعالم المتحضر ومجلس الأمن في عصر السرعة ما زال يدرس الخطط لمواجهة التنظيمات الإرهابية. مصادر طبية قالت إن العشرات من الضحايا لم تعرف هوياتهم، بينهم نساء وأطفال. التفجير الأعنف وقع بشاحنة تبريد توقفت بجوار مطعم شعبي لحظة ازدحام سوق الكرادة بالمتسوقين مع قرب نهاية شهر رمضان أثناء السحور. التفجير أدى إلى احتراق عدد من الأسواق والمباني التجارية القريبة من موقع الانفجار، فيما استهدف التفجير الثاني سوقا شعبي في مدينة الشعب في بغداد. تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري بسيارة ملغومة في منطقة الكرادة التجارية، وذلك في بيان على الإنترنت. بغداد تشهد حركة تجارية مع اقتراب حلول عيد الفطر، إذ تخرج معظم الأسر للتبضع استعدادا للعيد. واستغل تنظيم داعش الإرهابي هذه التجمعات البشرية ليقوم بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة. هي ذاتها طريقة الإرهاب بالرد على انتصارات الجيش، فهذه التفجيرات التي شهدتها بغداد هي الثانية من نوعها بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع داخل جامع في أبو غريب غرب العاصمة منذ أن استعادت القوات العراقية